نار طلبتنا الدولة تاعنا في الأراضي هذه ما كناش معارضين، حنا راهي راه السد راهو تحت المنازل تاعنا، أراضي تاعنا في لاحية راحت كيما راه في 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 البراج، الكارير كان ثاني ف فوق فوق السكنات، تسمى الجبل ثاني راح وزادوا يديروا فيه مزبلة، ثم السكان قاعدوا هنايا مهمشين ما عندنا حتى ما بقاتنا حتى معيشه ما دام الاراضي راحت تسمى ما بقات حتى معيشه رانا في كما قال في منطقه الظل رانا نعاني من نواحي كما راهي المنازل تشقت كل كل الامور كما نقولها راهي مش في صالحنا حنا الدوله ما دام ما عرضناهاش عطاونا سكنات 140 سكن مخصصه لهذا السكان اللي نضروا من الاراضي تاعهم راحت في الجبل ولا في الاخر راحت في السد اليوم هسه كانت هذه بعد ما أعطوها لنا وجدت اليوم صبحوا يساوموا فينا صبحوا قال لك تستفاد منها البلد هي مخصصه لنا وبالدليل بالوثائق اليوم صبحت قال لك البلديه كما راهي تستفاد منها حنا يا اخي نطالبوا بالسكنه تاعنا يعني تبقى لهذا السكان اللي راهم منضرين من هذا من هذا السد من هذا السد انا يعني ما نطلب رانا مضرورين من الدرجه لا الاراضي راحت الجبلة راح واش بقى لنا هنا يعطانا 140 سكنه وقبلنا بها اليوم بناوها ولا عادوا يقول لنا ما ما كانش ما كانش نروحوا للمير ما كانش نروحوا السوبريفي ما كانش نروحوا للوالي ما كانش الاخر خلاص قالنا السوبريفي قال هذا هذا بوظياف هذا ما, ما نسمعش به مره احنا نطالبوا بالسكنه تاعنا هذا اللي وعدنا به يعطيهم من هذاك الوقت من هذاك الوقت من 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 من, من, 2008 ما عطاوناش ما عطاونا لي بيناري في لا 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 اجتماعي كي تجي يقول اللي تروح دوموندي دير دير دوموند تاع البيناري يقول لك استنى استنى 140 تروح دير يا طالبوا سكنات ولادنا تزوجوا من هذاك من هذاك الوقت اللي اللي في, عمره 15 سنه تزوج له كابويا بزوج ولاد اللي في عمره 20 سنه تزوجوا بات ثلاث ولاد اربع ولاد حنا كل دار دوك كل دار من تنباتق منها ثلاثه اربعه سنة 12 سنه اللي عنده شي طفل كان في عمره 16 سنه اليوم هو في عمره 24 سنه ولا 25 سنه هذا ما يتزوجش يبقى هكذا بلا زواج اليوم حنا ولادنا ما لقيناش كيفاه نديروا له ما لقيناش كيفاه نديروا له هما كيعطيونا سكنة ديما ديما نتفرزعوا شوية. نحن سكان قرية بوضياف راه عندنا مطلب واحد. المطلب هذا نوجهوه لسيادة الوالي. والي الولاية. لأنه احنا كيما يقولوها رانا اه روح هكذا كيما يقولوها داونا هكذا قلبونا هكذا راه ما كان والو. روح للبلدية ما كانش، روح للدايرة ما كانش. احنا نحوسوا كيما يقولوها راه جاتنا تعويض تاع 140 سكن. جانا تعويض من الوكالة الوطنية تاع السدود كيما بنو السد. ومن الولايه طه لنا تعويض اليوم كيما يقولوها هما حبوا يديروا قال لك سكن اجتماعي ايجاري قال لك تستفاد منها البلديه كامل احنا واش نطالبوا احنا نطالبوا كيما يقولوها بحاجه واحده عندنا 140 سكن اجتماعي ايجاري الفائده سكان قريه بوضياف تديها قريه بوضياف يعطيونا لا يعطينا السكنات هذه للبوضياف خاصه بوضياف تقعد بوضياف 140 هذه كيفها دخلت البلديه تاع الشوده وبناها جات باسم مشت بوضياف واليوم حبوا يقراطيونا م... يا حبوا يقراطيونا ما نسألوش مره انا راني من المستفيدين تاع تعام... السكن الريفي نتاع ما... بلديه ب... مش بوضياف من 2010 الف... من 2010 حتى الفركا ما رانا والو ما بنا حتى امر ما بناء الريفي هكذا كي قلنا لهم تعطينا بناء الريفي قالوا لنا ما كانش قال لك راك من المستفيدين تاعك عطاوني ونحاوني عطاوني ونحاوني عطاو بناء الريفي ولاو قالوا لازم نستنى الباطيمات هذو حتى من هذيك لساعة اليوم. كان ثاني وكاين عدد ماشي غير حنايا هكذا اللي رانا حاضرين لنا بما فيهم <applause> كاين الناس غايبين عندنا الوثيقة هاي اللي تثبت من عشرة أوت 2010 من الاستفادة تاع السكن الريفي من وعشرة حتى لحد الساعة. ها جمدوا هذه قالوا لنا راكم مستفيدين من السكن تاع العمارات ومن بعد ولاو خلونا هكذاك درك ما تقدر تبني وحدك ما دينا استفاده ما دوا رحلونا قاتلنا نفس الشيء نطلبوا يسرعوا في في, التوزيع نتاع هذه السكنات هذو راهم عندهم كيما يقولوا اكثر من 10 سنوات اكثر من 10 سنوات وهالعائلات السنه العائلات راهي منين راحت كبر احنا نطلبوا نطلبوا كيما يقولوها يسرعوا في التوزيع راهم السكنات هذو راهم خالصين احنا المطلب تاعنا هذا راه مطلب مشروع يعني دوك احنا 10 سنين وحنا نستناو نطلبوا يعطيونا الحصه تاعنا هذه وما يضلوش يسوموا فينا وخلاص 140 سكن حنا نطلبوا هذه 140 سكن يديوها هذا اصحاب المنطقه المتضرره ما خلاو الناس تبني بناء ريفي ما خلاو الناس تبني تبني وحدها ما خلاو كلش 13 سنه الدوار هذا راه يعاني واليوم كي وجدت السكنات صبحت البلديه كل واحد يقول لك انتم راكم نهار كان يقول تاعكم اليوم كي وجدت صبح يقول لك السكنات هذه راهي تاع البلديه كما راهي نطلبوا من سيد الوالي يتدخل وينصفنا ان شاء الله 140 تاعنا لا اللي اللي مز... كان في عمره عشرين سنه وفي عمره ثلاثين سنه اللي في ثلاثين سنه وفي ربعين سنه اللي كان موش متزوج او متزوجه بولاده اللي كان ابنه في عمره 10 سنين ولا ابنه في عشرين سنه راهي قاعده في ميزيريه وخلاص كرسنا جميع الادارات والقطاعات المعنيه كامل رحنا لهم ما يكن يعني رد مقنع اللي قالونا عليه بالسلبي ولا بالايجاب وعندنا الوثيقه مخصصه لينا حنا باسمنا في اطار كي نقولوا حنايا قانوني مدها الولي الوالي الموارد المائيه مشروع السد هاو هنا في الجنوب مضيق علينا اللي هنا كانت المحجره كانوا دايرين علينا كانوا يديروا الديناميت ويديروا هكذا باش يفلقوا لي كاريير يخدموه معظم السكنات اللي راهي لهنا كامل ما كانش دار اللي ما فيهاش تشققات وما كانش واحد اللي ما عاودش الدار تاعو من جديد كامل التعداد حنا على جال نطالبوا اليوم راه الناس كل راهي في ذيقة اللي كان في هذاك الوقت زوج ثلاثه في الدار اليوم راه ولاو في عشرة في 11 واحد في الدار وزادوا منو علينا حتى ما عندك دراهمك في جيبك باش تبني تزيد ممنوع عليك